استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكفاءات البحرينية وما تطلع به من دور فاعل على كافة الأصعدة وما أثبتته من قدرة على النجاح في قيادة المنظمات والاتحادات الدولية وبمشاركتها الفاعلة والمؤثرة في مختلف الملتقيات والتجمعات الدولية والأممية، مستذكرا سموه بالتقدير الدور الذي يطلع به معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وما يعكسه من عزيمة وإصرار المواطن البحريني وقدرته على تحقيق الإنجازات في كل موقع ومسؤولية. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الذي قاده الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تطوير اللعبة والارتقاء بالمشاركات الآسيوية الخارجية، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعاته في خدمة كرة القدم الآسيوية والعالمية. من جهة أخرى، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية اللقاءات والاجتماعات الدولية في ترسيخ التعاون وتطوير العلاقات والارتقاء بالعمل والتنسيق المشترك في المحافل الدولية على المستوى الثنائي والجماعي، ومنها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يصاحبها من أنشطة وندوات تعزز التعاون الدولي. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بشأن الإقليمي والدولي، حيث شدد سموه على أن التعاون والتكامل والتنسيق هو الحل الأمثل للتعامل مع خطر الإرهاب الذي بات يؤرق الكثير من الدول ويؤثر على استقرارها.